السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع حاجات اونلاين ايفون اكس اخر نسخة لسه نازلة. طبعا انتوا عارفين ان الحاجات الهاي كوبي كل شوية بتلاقي حاجة جديدة، نسخة جديدة، مواصفات جديدة، فدايما بحب نصور الحاجات الجديدة. النسخة سريعة، الفريم نفس الفريم الاصلي، الوش، الظهر، الشاشة نفس مقاس الشاشة. الجديد اللي في الموبايل ده ان الاي فيس لوك شغال. احنا جربنا الاي فيس لوك شغال. طبعا زي ما انتم شايفين العلبة بتجيلك كده نفس علبة الجهاز الاوريجينال بالظبط. هي تقريبا علبة اوريجينال، يعني دي بتبقى علبة اوريجينال من قبل. هتلاقي عليها السيريال نمبر وهتلاقي عليها كل حاجة. الكلام المكتوب طبعا يا جماعة دوت مش حقيقي، 264 جيجا ده مش فعلي. هقول لكم طبعا الحاجات الفعلية ايه في الجهاز جوه لما هننزل برنامج السي بي زد او الاندرويد انفو. انا جربت الجهاز وعايز اجربه معاكم برضو. العلبة بتيجي كده زي ما انتم شايفين. طبعا ده الموبايل بيجي كتالوج طبعا ومعاه الإبرة بتاعته. السماعة نفس الجاك بتاع الأوريجينال بيركب مكان الشاحن. طبعا دي مهمة جدا لأن في أجهزة بتنزل بالسماعة القديمة. الوصلة اهي نفس وصلة الأوريجينال. أنصحكم إن انتوا تغيروا البلاجاية دي عشان طبعا بتبقى ضعيفة، ما بتبقاش يعني تشحنش كويس، فأنصحكم تغيروها، هي رخيصة شوية. فأي أي يعني أي راس شاحن عندك في البيت مش شرط. تمام، دي العلبة كده. التليفون بقى هتشوفوا دلوقتي التليفون شكله عامل ازاي. التليفون يا جماعة بصوا، انا اول حاجة لاحظتها عشان اقول لكم برضو، لو ركزتوا في العدسة هتلاقوا ان العدسة الداخلية لونها موف كده غامق. دي نفس العدسة اللي بتبقى راكبة نفس الشكل، لان في اجهزة، انا بتكلم على الموف ده، في اجهزة هاي كوبي وفي موبايلات بتلاقي العدسة الداخلية اللي جوه دي زي عدسة الموبايل الصيني كده، تحس ان هي لونها فاتح ومش باينة اصلا. دي نفس العدسة اللي موجودة في الاوريجينال. مكان الشاحن وطبعا مكان السماعات. طبعا دي لزقة بتاعت علامة المصنع لازم نشيلها عشان متعرفوش احنا بنجيب الحاجات دي منين. بصوا طبعا دي تجربة، هي يعني تجربة كده بالصدفة حصلت عشان نقدر نعرف ان ده ضد الخدش، يعني الازاز ضد الخدش، الظهر بتاعه زي الاصلي بالظبط ضد الخدش. طبعا دي لازقة بتبقى موجودة عشان تحمي زرار الباور اهي. هوريكم بقى طبعا الجهاز من جوه والمواصفات كل حاجة، هوريكم كل حاجة في الموبايل، بس أنا حابب أفرجكم على الشكل الأول. مكان الشريحة، البار، طبعا اللون، لون الجهاز. خلينا نشوف الشاشة، درجة وضوح الشاشة طبعا دي مهمة جدا بالنسبة لي. بصوا الشاشة، أنا دوست على الباور، أنا بفتح. بصوا درجة نقاء الشاشة،
عايزكوا بقى تستمتعوا وتتفرجوا على الموبايل دوت، تحفة، موبايل تحفة. في مفاجأة يا جماعة هقولها لكم في آخر الفيديو، أنا عاملها طبعا، أنا معودكم على المفاجآت، بس المفاجأة اللي أنا هقولها لكم هتبقى قوية جدا وهتزعل الناس كلها اللي بيبيع على النت، هيزعلوا مني جامد. بصوا يا جماعة، الجهاز سريع ازاي، سمعت صوته، صوت الجهاز كويس جدا. بصوا الكاميرا، بصوا الكاميرا عاملة ازاي، تقريبا 12 ميجا بكسل. بصوا الريزوليوشن بتاع الكاميرا، الفيس لوك شغال، السي بي يو زد بقى بيقول ايه. طبعا الموضوع دوت مهم جدا، مهم جدا، فيس لوك السي بي يو. الجديد يا جماعة، البوردة أبل، البوردة أبل، والبروسيسور حاجة اسمها ايه، 11 1.3 ميديا تك ايفون اكس، الرامات 1، المساحة 2، بطارية تحفة 3700، كويسة جدا، هتقعد معاك فترة كويسة قوي. جربت لعبة كده على الموبايل، نشوف الجرافيك بتاعها عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين الجرافيك بتاع اللعبة كويس أوي. أنا كمان بحرك، بتعمد أحرك إيدي بسرعة عشان نشوف استجابة التاتش عامل ازاي. حاجة مهمة جدا طبعا ناس كتير بتسأل عليها، الفلاش، فلاش أبيض قوي أهو، أبيض أبيض زي الأصلي بالظبط. احنا في عز النهار طبعا، بحب أصور في الشمس، الإضاءة بتكون كويسة. تقدر تعلي الصوت وتوطيه من هنا من بره، تقدر تعلي الإضاءة وتوطيها من بره برضو من هنا زي ما انتم شايفين. بصوا كل اختصارات الجهاز الاي او اس 11، السوفت وير الجديد كلها موجودة في التليفون، كلها، شكل آلة الحاسبة الجديد وفي الروتيشن. الروتيشن مقفول، اكيد في حاجة في السيتنج من جوه في الضبط، اهي اشتغلت الروتيشن اهو. ايه تاني عايزين تسمعوا؟ صوت الجهاز هسمعهولكوا، جربت لكم الكاميرا والسرعة والألعاب، سمعكم الصوت، صوته نقي جدا وعالي. مفيش خرفشة أو مفيش زنة أو مفيش أي حاجة في التليفون زي ما انتوا شايفين. نفس حجم الشاشة، 5.5 بوصة حجم الجهاز، يعني هقارن لكم بينه وبين الشاشة مثلا بتاعة ده ايفون طبعا 7 بلس. هنشوف برضو حجم الشاشة الداخلية عشان ممكن حد يبقى عايز يعرف بالظبط هو الجهاز شاشته قد ايه. بصوا هتلاحظوا ان الشاشة هي 5.5 بوصة، يعني دي الشاشة اهي، هي دي، بس هما شالوا يعني الجزئين دول كده، شالوا الحتة دي، فانت معاك تليفون 5.5 بوصة، بس لما تيجي تمسكه في ايدك مش هيبقى عامل زي التهمة كده، حاجة كده يعني جعلاصة كده، تيجي تحط في جيبك يضايقك. انت ايدك مسكت الموبايل كله، صباعك ده لما بتيجي تكتب على الكيبورد طايل كل حاجة. بصوا
انا طايل كل حاجه في الكيبورد، عايز فوق الباك والسيتنج ولما انا باجي ادخل في حاجه او اخرج من حاجه اهو. انا عملت ايه؟ عملت سيرش، طايل كل حاجه في الموبايل، يعني ما بحسش بمعاناه لازم امسك وبايدي التانية واعمل بتاعه الاحجام الكبيره دي. خلاص ما بقاش فيه دلوقتي التليفونات بيشيلوا الحاجات دي، الزيادات دي بيشيلوها، بيعملوا موبايل شاشه بس. فاحنا كده قربنا قوي من الحاجات الاوريجينال، ان احنا عملنا الشاشه كامله اهي، جزء بسيط طبعا مش هنقدر، يعني هيبقى صعب جدا، بس جزء بسيط قوي في الفريم موجود. ممكن نشوف ايه تاني، ممكن نشوف شكل السيتنج بقى، وهو طبعا جوه هنا يعني قاري كام المساحة، بيقول لي ان المساحة 256 جيجا. محدش يضحك عليك ويبيع لك الموبايل ده على انه 256 جيجا، الموبايل دوت فعلي بيكون 4 جيجا فعلي. حضرتك لو عايز تركب كارت ميموري لو انت عندك وقت اوري لك تعمل ايه. ثانية واحدة، ده حضرتك مفك بتاع ايفون بيتباع في اي محل. هتيجي هنا هتفك المسمارين دول، بس انا ما بحبش اعمل كده، هفك المسمارين دول كده، ادي واحد وادي التاني هفكهم. بعد كده هشيل الدرج بتاع الشريحة هخرجه من مكانه، بعد كده هرفع بالراحة الشاشة من هنا كلها هتترفع، هلاقي مكان البوردة قدام عينيا، هلاقي البوردة بتاعت الموبايل قدامي، هلاقي مكان كارت الميموري، هزود المساحة اللي أنا عايزها، وبكده يبقى أنا عملت في ناس بقى طبعا بتعمل الكلام ده، يركب كارت 64 أو 128 يقول لك الجهاز مساحته كذا، لا هو مركب كارت، فهي أنت براحتك. في حد مش حابب يركب كارت ميموري، في حد ممكن يركب الكارت، يعني أنت دي حاجة ترجع لك. نفس الظهر الأصلي، نفس الكاميرا ونفس العدسات، نفس الفلاش، شكل الفلاش نفس الكلام اللي مكتوب ورا، برضو ايفون وعلامة الابل برضو مش بتتمسح، مش بتتمسح، وده ضد الخدش يا جماعة، انا بعمل بضوافي اهو، ده ضد الخدش، ما بيتخربش اهو، ما بيتخربش مهما تخربش، ما تخربش طبعا، ازاز زي الاصل بالظبط، الاطار المعدن، الشاشة زي ما انتوا شفتوا الريزوليوشن بتاع الشاشة، حاجة يعني حاجة محترمة قوي قوي قوي، حاجة محترمة قوي. طبعا تسحب من هنا تلاقي النوتيفيكيشن، تسحب من الناحية التانية هتلاقي اوبشن تاني، يعني اي او اس 11 ده يا جماعة حاجة عالية قوي في الايفون، سوفت وير جديد نازل في الجهاز الاوريجينال. طبعا هي السيم هنا في الموبايل ده مش يعني السوفت وير الداخلي اندرويد، والمفاجأة انه حاطط لك هنا كمان الجوجل بلاي لو انت عايزه براحتك، يعني مش عايزه امسحه، هو حاطط لك جوجل بلاي، وبرده اساسي طبعا الابل ستور اهو بيفتح، ممكن تنزل من عليه برامج، ودي اللعبة دي انا منزلها من على الابل ستور، ده مش محتاج منك اي كلاود ولا ايميل ولا اي حاجة عشان تنزل برامج. المفاجأة يا جماعة اللي انا محضرها لكم في الفيديو دوت، ان احنا هنبيع الموبايل ده بثمنه، احنا مش عايزين نكسب في الموبايل ده، كل احنا عايزينه منك ان انت تعمل شير للفيديو، تبعت لي سكرين شوت، هتاخد الموبايل ده بثمنه، ثمن جملته. يعني الفكره في ايه؟ احنا بدل ما هنكسب 100 ولا 200 جنيه في الجهاز، لا احنا مش عايزينهم، لا احنا عايزين نكسب مشاهدات. ليه هنكسب مشاهدات؟ عشان احنا بناخد اعلانات، يعني جوجل بتحط عندنا اعلانات في الفيديوهات بتاعتنا وفي الصفحه بتاعتنا، فاحنا كل ما انت هتعمل شير، كل ما انا هقدر ادي لك الموبايل ده بثمن جملته، انا مش عايز اكسب في الموبايل ده حاجه، يعني انا المكسب بتاعي في ان انت تعمل شير للفيديو بس، انا هاخد منك المكسب بدل ما انت هتدفع لي، مثلا انا هشرحها لك بطريقه بسيطه جدا، بدل ما انت تدفع لي 2200 جنيه مثلا، احنا كنا نبيعه ب 2200 2250، لا انا مش عايز اخد منك ال 200 جنيه دي، انا هاخد منك 2000 جنيه بس، بس ال 200 جنيه دي بدل ال 200 جنيه دي اعمل شير للفيديو ده وبعت لي سكرين شوت ان انت عملت فيديو. طبعا يا جماعه دي امانه، يعني انا مش حابب ان انا طبعا كل ما حد يكلمني يعمل اوردر اقول له لا عملت شير ولا لا، طب ابعت لي سكرين شوت، طب دي ما بحبش ارخم على الناس، فانت من نفسك كده شفت الفيديو اعمل شير وكلمني قول انا عملت شير واعمل لي الخصم ال 200 جنيه على الموبايل، بدل ما ادفع 2200 هدفع 2000 بس وانا تحت امرك. طبعا رقم تليفوني انتوا عارفينه، والويب سايت بتاعنا حاجات اونلاين دوت نت، رقم تليفوني 010 14 75 2000، انا اللي هرد عليك. الاوردر بيجي لك خلال يومين مع ارامكس، ارامكس بتاخد 48 ساعه، وطبعا مصاريف الشحن بتحولها لي رصيد على الموبايل قبل ما ابعت لك المندوب، لان في ناس كتير جدا بتعمل اوردرات ويقفلوا تليفوناتهم وما يردوش على المندوب، وطبعا حركات كده مش لطيفه. بس اذنك طبعا تعمل شير للفيديو، لو عجبك الفيديو يعني
اتمنى ان انت تشترك في القناة بتاعتي وتعمل سبسكرايب طبعا على اليوتيوب ولايك على الفيسبوك والانستجرام وتويتر. شكرا يا جماعة، السلام عليكم.